تفرقنا. الطار 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 يا ولدي نار بتحرقنا. هنسيبها ولا نردها ونجوم نجوم نطفيها قبل ما تيجي تحرقنا. رفعت قضية طلاق على حمدان؟ أيوة يا أبوي، رفعت قضية طلاق على حمدان، على الله خلص مني. علاء بيه بس يعني أكيد الشخص اللي بيهدد الحاجة من بره الصفوانية، ما هو هارون وكل الناس اللي معاه خلاص ما عندهمش أي وجود في البلد. كيف يعني؟ ما لساه ولا ظهر، عمدتني. يحيى هيكري علي أنا 300. أنا ما أعرفش نصر عاملة لي إيه. أنت في مطرح أو هي في مطرح؟ أو بناتكو يوم سفر؟ هي ما عاملة ليش حاجة، بس كانت هتضيع جوزي وولدي. صفوة أبو اليسر عظمة كبيرة وعنده شركات ومال متلتل، وأي عروسة تتمناه، وأبويا ذات نفسه ما يحلمش بالجوازة بيه.
عمدة ايه ده اللي معرفش يقبض على اللي حرج عربية امي وبيهددها؟ ولكن في يدي ايه هعمله يا علي وما عملتوش؟ لو مش جت العمودية سيبها للي يستاهلها. كان اللي حصل ده جاي على هواك يا بسمة، كانك ما عاوزاش تهمل الجزيرة. ايه ما بقيتيش خايفة مني؟ انا ممكن اوجه لك تهمة جديدة بالتحريض على قتل الحاج نصر. والتهمة الجديدة دي هتحبسوني فيها بعد ما تعدموني؟ والعمل دلوقتي ايه يما؟ هنعملوه يعني العمل عمل ربنا. انا خوفي زاد عليكي دلوقتي يما، احنا لازم نزود الحراسة على البيت والايام الجاية ما تطلعيش تاني ابدا. لا ان شاء الله عليا حوك. جناوي بالحضن يا راجل، بالحضن يا راجل. معقولة معقولة ما شافكش من اخر زيارة؟ ايه موحشتك شيء؟ شايفك مبسوط يعني. ها مبسوط على الاخر. بس لحد علمي محكمة النقض لسه ما نظرتش في النقض بتاعك، ولا كان يتهيألي ان انت خدت براءة؟ لا 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 انا مش شاغل نفسي بالحكاية دي. اقعد اقعد يا شناوي، اقعد اقعد يا راجل. عارف ايه اللي بسطني؟ بكرة فرح حمدان ولدي. حمدان اللي هربان من حكم اعدام غيابي؟ يا راجل يا راجل دي حاجة بسيطة، رجالة الصفوانية ما يفكروش في الحكاية دي ولا يهمهم. بقول لك ايه، ما تيجي بكره معايا مصر تحضر الفرح. انت بتخرف ولا ايه حكايتك يا هارون؟ ليه؟ عشان قلت لك ان انا هحضر فرح ولدي؟ طب خد دي، احنا جبنا موافقه الداخليه ان انا احضر فرح ولدي. انا بقول تحضر معانا وتشرفنا كده، واول مره تشوف بنفسك. انا اول مره اصلا اسمع انه في واحد محكوم عليه بالاعدام يخرجوه من السجن عشان يروح يحضر فرح ابنه اللي هو برضه محكوم عليه بالاعدام وهربان من الحكم. ده ايه الميغه دي؟ عشان لساك ما عرفتني زين. مش 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 انا برضه عندي ليك خبر بس مش هيبسطك. ايه طلعت براءه في قضيتك؟ حصل خطا في الاجراءات. وماله انت كده طول عمرك حظك في رجليك. بس الجزء اللذيذ من الخبر بقى اني انا ومراتك صفيناز بقينا شركاء. صفيناز صفيناز مرتي وافقت تشاركك انت؟ ده من الحال من المحال، وهي لقت مصلحتها معايا. ايه صحيح لسه برضو ما زرتكش هارون؟ ما تشغلش بالك يا شنام. انت واثق من الكلام اللي انت بتقوله ده؟ انا في الاول برضو ما كنتش بصدق يا فندم، بس لما رحت السجن وروني صورة من قرار الداخلية بخروج هارون عشان يحضر فرح ابنه في القاهرة. معقولة دي؟ أنا شايف بقى يا فندم إن دي فرصة نعرف مكان الفرح ونقبض على حمدان. ومين اللي هديك موافقة بالحكاية دي؟ ما بقتش فاهم حاجة يا فندم. اللي بيحصل الأيام دي معانا أنا عمري ما صادفته طول مدة خدمتي في الداخلية. ومين سمعك؟ قولي عملت إيه في موضوع الحاج نصر؟ أنا كلفت بعض ظباطنا وعمدة الصفوانية يفحصوا كل البيوت الإيجار. هما لسه ما وصلوش للنتيجة، بس أنا مكثف عدد المخبرين في الصفوانية. إن شاء الله توصلوا للشخص ده في أسرع وقت ممكن. إن شاء الله يا فندم. بالمناسبة الموبايل بتاع الشخص اللي كان بيهدد الحاجة نصرة اتقفل بعد زيارة الهارون في السجن. يبقى أكيد هارون حذر الشخص ده فقفل موبايله. ده هيعطلكوا شوية إنكم توصلوا له. أنت بتقول إيه يا أحمد؟ دي المعلومات اللي لسه عارفها من المديريه. هارون سمحوله يحضر فرح حمدان؟ تخيلي هيحضر الفرح تحت الحراسه. طب ازاي يعني؟ وافقوا ان حمدان يتجوز وهو محكوم عليه بالاعدام، وكمان وافقوا ان هارون يحضر فرحه. طب ازاي؟ هو ده بقى السؤال اللي انا شخصيا هموت واعرف الاجابه عليه. انا ما بقتش فاهم اي حاجه خالص الحقيقه. طب مصلحه، انا عاوزاك تنشر الخبر ده عندك في الجورنال وتكتب ان حمدان محكوم عليه بالاعدام الغيابي، يقوموا هم يمسكوه يوم فرحه. للأسف مفيش وقت لخطتك الجهنمية دي. أنا حتى لو بعت الموضوع دلوقتي حالاً برضو مش هيلحق يتنشر. وبقولك إيه؟ بالمناسبة يعني اوعي لسانك يفلت بكلمة كده ولا كده قدام حماتي، الست مش ناقصة. أنت بتقول إيه؟ أكيد ما أقدرش أقول لأمي، أمي هتلاقيها منين ولا منين؟ يعني عليك ياما. أنت لساكي برضو مش عايزة تودي الولاد المدرسة؟ أكيد لا، مش هوديهم المدرسة وهجيب لهم مدرسين في البيت. يا رشيدة الطريقة اللي انت بتقولها. بلا رشيدة بلا بطيخة، أنا تعبانة وفيا اللي مكفيني، وبعدين نفوخي هينفجر من ساعة الخبر اللي قلته لي. أنا جاية منين بس ولا منين يا ربي؟ هعمل إيه؟ الحمد والشكر لله يا رب. اجهز يا عريس،
بكرة الصبح بدري إن شاء الله هنوصل القاهرة عشان فرحك. أيوة بس أنا لا اشتريت بدلة ولا مؤاخذة يعني ولا لا 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 ما تشغلش بالك بالحاجات دي. أول ما نوصل القاهرة هنشوف محل ملابس تختار أشيك بدلة. والمرة هجيب بدلة مقاس أبوك علشان يحضر بيها الفرح. مبروك يا عريس. الله يبارك فيك يا مصلحي. بقول إيه يا جناب؟ مش يمكن برضك وإحنا في الطريق حد من الحكومة يوقفنا؟ مشوار طويل عمر ما يسلمش برضك. باين عليك ما تعرفش مين هو صفوت أبو اليسر. العفو جنابه. البلد دلوقتي بقت في ايدينا. الايام دي ايامنا. بالمناسبه انا بلغت العروسه والاهل كلهم ان ابوك مسجون سياسي من ايام المخدوع، يعني عشان لما يحضر الفرح ومع الحراسه. ما تفرحونا يا جماعه، الفرح مين؟ بكره ان شاء الله. وما تقولناش يا حمدان. لسه عارف دلوقتي. طب انا الحق اجهز نفسي عشان اروح الفرح. تيلي وديك هناك. ايه رأي جناب؟ تأنسي وتشرفي. عبارك يا زينة. ان شاء الله ويكون على وشك الحلو اللي زي البدر المنور ده. وجنابك المحامي بتاعكم لسه ما لقاش حل لقضية ابويا وقضيتي؟ تابع ولا ضابع؟ تابع امال ايه؟ لقيت الغاز ها؟ وادي كمان قنبلتين غاز. كرم عليك جبتهم كيف؟ اقول لك رحت مظاهره كان فيها امن مركزي، خبطت عسكري فوق راس وسط الهيصه وسرقت البندقيه والقنبلتين كمان. لا قول لي انت ناوي تعمل ايه بالحاجات دي يا جاب؟ ارفع السكر يا واد. حاضر يا معلم. عواد ده البوم. بقول لك ايه يا عواد، مش ملاحظ حاجه؟ حاجه كيف يعني؟ ايه وشوش غريبه قاعده على الكافتيريا باين عليهم المخبرين. منا الصالح. منا الصالح كيف يا عواد؟ ده حتى في ضابط جه سألني إن كان في حد جه اشترى مني موبايل أو بدله. يمكن بيدور على حرام موبايلات. بقول لك جه اشترى مش باع لي. أيوه عرفت كمان إن هم بيسألوا عن اللي بيأجر يعني بيوت مفروشة وشقق جديدة وحاجة كده يعني. ها ها شفت يا عواد؟ أنا قلبي كان حاسس إن في حاجة بتحصل في البلد إحنا ما عرفناهاش. قول يا محروس انت رجعت لموضوع الموبايلات المسروقة يعني؟ لا الحمد لله انا تبت وبطلت الشغلانة دي. خلاص مادام بطلتي يبقى منا الصالح واللي يحصل يحصل. احنا نفذنا تعليمات حضرتك بالحرف الواحد يا اخي صفوت. بس النتيجة صفر. رغم هجوم كتير من مواقع التواصل الاجتماعي على فريق التجار لكن هو لسه بيشن حملاته ضدنا. يبقى مفيش غير القرصة الكبيرة اللي حضرتك قلت عليها. خد الكشف ده عايزه من بكرة في كل مواقع التواصل الاجتماعي. ده فيه بعض أسماء إعلاميين وصحفيين كبار ومنهم فريد النجار نفسه وكل الناس اللي كانت بتقبض من النظام السابق في ليبيا وفي العراق. تقصد حضرتك إنهم أيوة خلي الرأي العام كله يعرف حقيقة الإعلاميين دول. لكن الكشف ده صحيح ولا؟ محدش هيدور إذا كان الكشف ده صحيح ولا لأ. المهم إن العيار اللي ما بيصيبش بيدوش. أنت جايبني هنا ليه يا جاب؟ أوف يا بت وسد خاشمك. يا أمي ده صدي بسرعة. أيوه
بقى جعان قوي. تحزني؟ انت جايبني هنا عشان الديابة تاكلني؟ يلا بينا. يا جابر حرام عليك. لا تقعد هنا ان انا ورايح. اقعد هنا؟ يا مصيبة السودة. الصفوانية بدأت تسيطر علينا والحكومة عينيها علينا. جربي مد يدك. هدي ليه؟ ردك مد يدك. انت بتعمل ايه؟ عشان ما تفكريش تهربي مني. تم املك ودلك. جدي عمالها قبل السابق مع مرات عمي المجنونه. الحزني؟ انت هتربطني هنا وتهمني لحالي؟ وراها مصلحه لازم نقضيها. قبل السابق كنت عاوز اخطف المره اللي كفل العقرب اللي اسمها نصره دي، بس ما كانتش بتمشي لحالها. عشان كده غيرت الترتيبه. حرام عليك يا جابر، انا كنت عملت لك ايه عشان تعمل فيا كده؟ حرام عليك. اجيب لك واكل وشرب وبالليل تولع في الحطب ده عشان الديابه ما تقربش منك. نيابه؟ يا حزني يا مري يا مري يا دعاء، اقتلني وريحني، اقتلني وريحني. لا لسه لك عوزني. تفضل. يحيى. ازيك يا علي؟ اسمي الدكتور علي. خير يا يحيى؟ ايه اللي جابك هنا وفكرك بيه؟ مش بزياده انا عادت. كنت عملت ايه انا يا علي؟ عملت ايه انا عشان كل ده يا بنت الناس؟ غلطه واعترفت بيها وندمت عليها، خلاص ربنا بيسامح. عاوزني ارجع لك يا يحيى؟ ده منايا والامل اللي انا عايش عشانه. وانا موافق. صح الكلام ده؟ بس بشرط. شرط ايه؟ تثبت لي انك راجل صح وتجيب لي الراجل اللي بيهدد امي مربوط ومتسلسل. علي انا بعمل كل جهدي وان شاء الله هقدر ان انا يعني. يبقى ان شاء الله لما تقدر نتكلم في الموضوع ده. شرفت. شاركونا وعلوا لا غريد علوها وغنوا لا نشيد غنوها علوا لا غريد علوها وغنوا لا نشيد غنوها والعروسة للعريس زفوها والعروسة للعريس زفوها زفوها السعادة والإخلاص في عنينا أمانة رفرف يا طير حوالينا السعادة والإخلاص في عنينا أمانة رفرف يا طير حوالينا السعادة والإخلاص في عنينا. الله الله.
قول لي يا اخو كرم مؤمر، يا الاخت اللي لابسه احمر دي مين؟ دي عائشه بنت اخونا عبد الله. هي مرتبطه؟ دي متجوزه وجوزها مسافر سوريا عشان ينضم لاخواننا المجاهدين هناك. اشرب 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 كله اشرب. ألف ألف مبروك يا صفوت بيه. الله يبارك فيك وبارك يا زينة. مبروك يا صفوت بيه. الله يبارك فيك يا زينة. يا بخت حمدان. اشمعنى؟ عشان بيجي نسيبك واللي يناسبك أو ترضى عنيه جنابك أكيد أمه دعياله. يا زينة أنت لسه فز شبابي وحلوة، ما اتجوزتيش ليه لحد دلوقتي؟ اتجوزت راجل كبير أكبر من أبوي، ما كملش كم شهر ومات. الله يرحمه، ربنا يرزقك بشاب في سنك يعوضك عن الجوازه الاولانيه. انا اللي عاوزه اتجوز ومش لازم يكون من سني، انا عاوزه راجل عارف الدنيا زين ويشرفني ويريحني، انا لسه في عز شبابي ومن حق اختار على كيف. يتجوز واحدة أكبر منه كان أهل اللي رماه على كده. ده جواز سياسي يا بنت. سياسي كيف يعني؟ مالك يا علي؟ مفيش يوم، مفيش حاجة. مفيش يوم، مفيش حاجة. مالكم انتوا كمان قاعدين ما بتاكلوش يعني؟ ملناش نفس يا ستي. ملكش نفس ليه يعني ستك؟ من الحبس، وكمان أمنا منعتنا نروح المدرسة. وأصحابنا كمان اتوحشناهم قوي يا ستي، وعاوزين نلعب مع أصحابنا قدام الباب. ماشي، من بكرة إن شاء الله هتروحوا المدرسة، وكمان هخليكوا تلعبوا قدام الباب بس بعد ما تاكلوا. كلامك ده ياما. كلام العقل هو ده الكلام. ماشي، لو خايفة عليهم انا هاخدهم في يدي وهديهم المدرسة كل يوم وهرجعهم بنفسي. لكن ياما الاصول. بقول لك ايه؟ اصول ايه يا بتاعت الاصول انت؟ ليه؟ ما كنتش باخدكم اوديكم المدرسة وارجع بيكم وانتوا كبار كده؟ ايام المخفي دياب. انت ايه اخبارك؟ ما عدتيش على المحكمة؟ تعرف اخبار المخفي هارون ايه؟ وصيت زميل ليا لو حصل اي جديد هيبلغه. انت يعني على رجليك انك تشيل حنه يا عليا؟ ما تعدي بنفسك، تعرفي فيه جديد ولا ما فيش. حاضر يما، هبقى اروح واطمنك. الحمد لله على سلامتك يا ابوي. يا ولدي وحشتك كثير. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك يا ولدي. الله يبارك فيك. نورت الفرح يا عرمي. الله يخليك يا مصلحي. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. الله يسلمك. الحمد لله على السلامة يا عرمي. الله يسلمك يا باشا. مستنيين ايه؟ اتفضلوا. اتفضل. اتفضل يا ابوي. اتفضل. اتفضل. ارتاحوا انتوا. ما هو مش معقولة يعني.
هتحرسه أبو العريس قدام المعازيم. لكن يا صفوت بيه؟ لكنش أنا وعدتكم هسلمه بعد الفرح. طورت الدنيا يا أبوي. حمد لله على السلامة يا عم هارون. الله يسلمك يا زينة. نورت فرح حمدان، ما كانش هيبقى له طعم من غيرك، قصدي يعني لمتنا الحلوة تمت بعم هارون. الحمد لله يا أخوانا مستنيني. اتفضل. اتفضل يا أبوي. اتفضل. عقبالك يا بنتي. زين حاضر ياما. وانت يا حبيب يلا خش جوه. هلعب شويه مع اصحابي. وانا قلت لا خش جوه. لو خشيت اقول لست انك منعتيني العب مع اصحابي. ماشي يا مسخوط. نجات امري خلي بالكم مني. اطمن يا ابو يوسف احنا واقفين. ها مرقص وشوطه يا ولد، مرقص وشوطه بالراحه. مبروك يا عم حمدان عرف يخطأ. قولي لي مبروك يا زينه لما اطلع من السجن ان شاء الله. اديك شايف بنفسك صفوت بيه يقدر يعمل كل حاجه. ايش حال لما بقيت نسيب صفوت ابو اليوس؟ نشوف بعد صفوت بيه مناسب حمدان هيعمل لي ايه. وان شاء الله كمان هيكون في نسب اكبر ونبقوا عيله واحده. قصدك ايه؟ لا ما فيش يا بوي. منورين. نورك عقبال عندكم جميعا. هارون بيه ابو العريس. اهلا. الف مبروك يا هارون بيه. الله يبارك فيك. ربنا يتمم بخير يا اخ هارون. ربنا يبارك فيكم عقبال اولادكم ان شاء الله. الله يبارك فيك. انا على فكره كنت نايف في الصعيد عن دايرتي، وان شاء الله ان شاء الله هبقى نايف في الانتخابات اللي جايه. بس احنا سمعنا ان محكوم عليك بالاعدام وجايبينك بحراسه مشدده. ايوه دي كانت تهمه سياسيه نفقها لي النظام اللي غارف داهيه. وهي التهمه السياسيه بيتحكم فيها بالاعدام؟ يا حسن 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 يا حس
خش 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 خش. صفوة دي عملت لي ايه في الموضوع بتاعي؟ دريا قلت لك الطبيب مش عبالك تجلس وعيسة ماشي شكرا. تعالى نتصوروا مع العروسة. مش كده يا زين؟ حقك علي. لا ما فيش حاجة. روحي انت تصوري بقى. معلش يا زين، الراجل برضك قيمة ومركز واهله وناسه حواليه، ويمكن خايف حد يصوركم وانتي ماسكة يده. اتكلي يا بنت. بنت توحة فوق يا بنت. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه؟ وريت العفريت ولا ايه مال؟ ايه العيل الصغير اللي انت شايله ده؟ الواد ده من السعادة. تاخدي بالك منه، مسؤول منك ها؟ ده كأنه ميت. لا هو غميان عشان الدخان بتاع القنبلة، بس عايش. قنبلة؟ قنبلة ايه؟ وجايب العيل ده هنا ليه؟ يا واد بنت المرة اللي اسمها نصرة خطفته من قدام البيت. خطفته ليه؟ حرام عليك. اسمع يا بنت، اسمع واوعي الحديث اللي اقوله لك ده زين. الواد ده اتحطيه في عينك، او جرى له حاجه اقبض روحك. واعي يا زين. يا قلبي يا ولدي، ده ما قدرش ياخد نفسه. يا ترى ما عامله ايه دلوقتي؟ ومين اللي رمى قنابل الدخان دي؟ انت جاي تسالنا يا عمده؟ احنا اللي هنعرفه برضك يا عمده؟ انا مش قلت لك ما تغفلش عينك من عليه؟ كنا قاعدين نحرس البيت وحسن جنبين، مره واحده اترمى دخان ما بقيناش شايفين حاجه وقطعنا النفس. يا دوبك الدخان راح ما لقيناش حسن. طب ما في ناس من اهل البلد تعبوا ونقلوهم على المستشفى، مش جايز يكونوا خدوا حسن معاهم ولا ايه؟ جايز يا احمد. انا عايزه ولدي احمد، انا عايزه ولدي احمد، هات لي ولدي. انا هروح اسال الاهالي، يمكن حد منهم خد حسن معاه يبعد به بعيد عن الدخان وما يعرفش هو واد مين. ربنا يستر. انا معاك يا عم. وانا حسن في المستشفيات ان شاء الله خير. ان شاء الله خير. يا ولدي يا عليا، يا مطري ولدي، يا امال انا عايزه ولدي. انا قلت لكم، انا قلت لكم انا عايزه ولدي، انا عايزه عيالي، عايزه عيالي. شم هوا ولا عايز تطلعني عيل صغير قدام الكبار اللي سمحوا لك تحضر فرح ابنك؟ لا لا يا باشا، بس انا طب يلا عشان ترجع مع القوه للسجن. اوعدك بشرفي انك مش هتقعد هناك كتير. يعني خلاص يا باشا ناويين يعدموني؟ الظاهر ما تعرفنيش كويس يا هارون، مش عارف انا ممكن اعمل ايه. هتتأكد من ده لما أبارك لك على البراءة. انتوا واقفين عندكم بتتحتتوا ومهملين العرايس. لا أصل كنا بنشم شوية هوا. طب اتفضل انت هارون جاي وراك. اتفضل اتفضل. شكرا.
ما تجيبش سيرة جنابك لحد إن أنا قلت لك إن عم هارون كان هيهرب. أنا خفت عليك وقلت تبقى عيبة في حقك إنه يهرب من عندك ليلة فرح حمده. طمني يا زينة، أنا مش عارف أشكرك إزاي. سمحنا جنابك، أنا وأبوي ما نقدروش نسافروا بعد الفرح، الوقت هيكون اتأخر. البيت بيتك يا زينة، إن شاء الله تقعدوا شهر حتى. احنا دورنا في كل المستشفيات مفيش اثر لواد بنتي، وسالنا كل اهالي الصفوانيه ولا حد منهم شاف حسن ابني. غريبه قوي الحكايه دي. وايه حكايه قنابل الدخان اللي اترمت قدام البيت دي يا فندم؟ القنابل دي عشان تنضرب محتاجه بندقيه قنابل غاز. اللي ضربها بقى جابها منين؟ على حد علمي مفيش قوات امن مركزي راحت الصفوانيه امبارح. احنا ما لناش صالح بالحديد ده دلوه بجنابك، احنا لينا صالح بالواد. الواد راح فين؟ باشا بعد اذنك احنا عايزين نعمل محضر باختفاء رسميا يا استاذ احمد. ما ينفعش الا بعد مرور 48 ساعه. 48 ايه؟ 48 ساعه تهجناب ده وانت كل الضبح فيهم. ما تقلقيش يا حاج، احنا هنبذل كل جهدنا من غير اي محضر رسمي، وهنستجوب كل المشبوهين واللي نشاطهم خطف اطفال. 48 ساعه دي ما تنفعش جنابك، ما هتنفعش. احنا العالم بينا ربنا، احنا في صعب. ولدي اتخطف. ولدي اتخطف يا احمد. ولدي اتخطف يا امه. ولدي هيخطفوه يعملوا بيه ايه؟ ما قدروش البلد قبل وجوعه. ده احتمال يا رشيده، ما هوش اكيد. مش اكيد كيف؟ القنبلتين اللي اترموا عند البيت دول اترموا ليه؟ عشان الدخان يداري عليه ويخطف ولدي. هو كان قاعد يراقب البيت ومستني حد من عيالي يطلع عشان يخطفه. ايوه مستني حد من عيالي يطلع عشان يخطفه، وانتوا ضاربينه في السبع نومه. والله يا رشيده احنا كنا قاعدين. قال لي فاكره الاشاره صح وتحرس البيت، ما كنتش اعرف انكم حريم نايم وشبعانه اليوم. اسمع على كلامك يا بيه. ما يصحش اللي بتقوليه ده، وقفت شويه عشان نعرف نفكر. ولدي كتر خيرك كم يوسف. ولدي انا مقدر اللي انت فيه. ولدي عشان كده انا ما هزعلش منك واصل. معلش انا جاتي عندي دي ربنا بيحكم عليها. ما تقلقيش يا مرت ابوي، ان شاء الله هنوصل لاخويا حسن. حسن اتخطف خلاص. حسن اتخطف، واللي خطفه انا عارفاه زين. ايوه اللي خطفه اللي بيهددك ياما على الموبايل، معرفش يوصل لك كم خطفه ولد. انا قلت لك ياما ما يطلعوش بره البيت. انت اللي اصريتي، انت اللي اصريتي. سندي شفتي وصلنا ليه؟ شفتي وصلنا ليه ياما؟ ربنا يريحكم. مش عارفه اشوفه تاني ولا لا. ريحكم من ام خدي. ولدي اتخطف. ولدي اتخطف. استغفر الله العظيم يا رب. اشوف حسن كيف. ولدي انا عايزه ولدي. اتوني ولدي. خير يا استاذ احمد؟ ايه اللي حصل؟ طمني، لقيتوا ولدكم المخطوف؟ بعد عني، انا عايزه ولدي. انا عايزه ولدي. هاتولي ولدي. انا عايزه ولدي. هاتولي رشيدة.